السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا دوت راديو فيليبس، راديو فيليبس أهو ترانزستور مزود بأريال ثلاثي كده من الجنب، لونه فضي أهو زي ما إحنا شايفين. الراديو دوت إيه إم وإس دبليو واحد واتنين وتلاتة، ده مفتاح للإضاءة أهو، ده مفتاح للفوليوم، وده التون، وده اللي هو التيوننج، وده اللي بيحول الموجات. الراديو الفيليبس ده صناعة هولندي، والموديل بتاعه ال 4X 55 تي، ال 4X 55 تي. ونشوف مع بعض الراديو اهو، ده الموديل بتاعه اهو فيليبس، الموديل بتاعه اهو ال 4X 55 تي، ال 4X 55 تي اهو. وادي كلمة ميد ان هولاند اهي، اهي ميد ان هولاند، شكله هو فضي. ونشوفه مع بعض. This radio is Philips made in Holland AM and SW1 and SW2 and SW3 model L4X 55T L4X 55T made in Holland. زي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده راديو فيليبس اي ام واس دبليو 1 و2 و3 صنع في هولندا، الموديل بتاعه ال 4 اكس 55 تي. زي ما شفنا شكله فضي اهو، وان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This radio is Philips made in Holland model L4X 55T L4X 55T AM and SW1 and SW2 made in Holland. Thank you.